السلام عليكم الجوار، نجيب لكم التحليل ديال مباراة العالمية اليوم دور اسباني بين اتلتيكو مدريد وسيفيا. مباراة اللي كانت قوية ديال بصح، وغادي نعطيكم نقاط القوة ديال فريق سيفيا واتلتيكو مدريد، شكون اللي كان اقوى لا من ناحية اللعب لا من ناحية التاكتيك. المهم عندي بزاف ما نقول لكم في هذا الفيديو، بزاف النقاط غندويو عليها، المهم تبعوا لا فيديو حتى الاخر. سيفيا الخوت كما عارفين دخلوا سخان امام المد الدفاعي ديال اتلتيكو مدريد، بحيث انهم لعبوا هجمين لاعبين سيفيا بقياده المدرب لوبيتيغي، بحيث جابوا بينالتي سريع عن طريق المخضرم راكيتيتش اللاعب البارساوي السابق، بحيث لعبها الاناني اوكامبوس وضيع امام الحارس المخضرم وسلوفيني اسمه اوبلاك. ما عرفتش صراحه علاش كيعطي بينالتيات لهذا اللاعب اوكامبوس اللي ديما كيزقلها، بحيث انه كما عارفين ديجا زقل بينالتي ضد بارسا في نصف نهائي ديال كاس ملك اسبانيا كما عاقلين ليها الخوت، وعاوتاني زقلها اليوم ضد اوبلاك. يعني لاعب كاع ما خاصو يلعب ركله جزاء هذا اللاعب اوكامبوس، على الرغم من انه عنده فنيه جميله لكن بينالتيات بعاد عليه بزاف. بون الخوت تختبر حتى الدقيقه 13 بزيده قويه ديال اللاعب لودي لاعب اتلتيكو مدريد، وحرسها بطريقة جميلة. وفي التسديد الثاني اللي حبسها بونو كان يقدر يخرج عليهم في واحد الخطا، كان يقدر يكون قوي كون كان لاعب اتلتيكو مدريد قريب للاعب سواريز عنده الزهر، بحيث ان الدفاع ديال سيفيا كان قريب ليه وبعد الكرة بحيث انه طلقها من الركليان ديال اتلتيكو مدريد. بالنسبة للمباراة ما كانتش فقط اختبار اولى بين المراكز، بين المرتبة الاولى اتلتيكو مدريد والمركز الرابع سيفيا، بل كانت ايضا مباراة ديال الحارسين اللي تعتبروا احسن حارسين حاليا في لا ليغا اسبانيا بين اوبلاك وبونو، بحيث ان تفوقين على الحارس ديال بارسا تير شتيغن من ناحيه طابه الشباك ديالهم في اكثر مباريات في الدوري الاسباني حاليا. وايضا مباراه منافسه بين سواريز ونانسيري، نانسيري اللي خلى المدرب ما عرفتش علاش العامل الاول اللي خلاه نقدر نقول بانه العياء ديال المباراه شي لعب مع المنتخب داك الشيء خلاه، والعامل الثاني هو يقدر انه خلي كورق رابحه باش يدخلوا في الشوط الثاني. بونو الخوت عجبني الاداء له بشكل كبير، بحيث انه من تسديدتين قويتين حبسهم ديال اتلتيكو مدريد اللي كاع ما كان عندهم بعض اللاعبين العناصر المهمه من هذا الماتش بحال لاعب جو فيليكس لاعب برتغالي وايضا كاراسكو. زيفيا كانت قويه جدا في الشوط الاول، بحيث نسبه الاستحواذ الخوت وصلت 67% وفقط 33% اتلتيكو مدريد. لوبيتيغي تغلب على سيميوني من ناحيه الاستحواذ ومن ناحيه التسديدات، لكن للاسف ما سجلوش منهم كما عارفين اوكامبوس ضيع ركله جزاء. وفي الشوط الثاني الخوت بقاو سيفيا مسيطر على الكره وعلى نفس النهج اللي لعبوا في الشوط الاول، ومع دخول نصير دقيقه 62 رغم ان نصير ما خاصوش يبقى كلاعب احتياطي، خاصو يلعب اساسي، لكن للاسف لوبيتيغي خلاه احتياطي. وملي دخل نشط الهجوم وحركوا ضرب الصح، بحيث انه من بعد جابوا الهدف عن طريق سوسو اللي عطى تمريره اللاعب نافاس، نافاس عطى عرضيه جميله والمقاس اللاعب اكونا الظهير الايسر ديال سيفيا، وبالتالي سجل هدف على يسار مرمى الحارس اوبلاك. نصير قدم تمريره جميله في اخر دقائق بحيث عطى تمريره عالميه، لكن للاسف اللاعب ما استغلاش. وايضا المدرب خرج اونكابوس وسوسو من بعد ما بقاوش كيوصلوا كرات جميله اللاعب نصيري، ترى الاداء ديالو كان ناحيه الضغط بحيث ان ساعد الفريق ديالو من ناحيه الضغط، ولا كيلعب من ناحيه الدفاعيه بحيث ان اتلتيكو مدريد ملي سجل الهدف خرجت تلعب كره وباغا تربح، لكن ما قدرتش بحيث ان تعلق الحارس بونو واللاعب ديال نصيري واللاعبين الاخرين حتى ديما تخش المباراه. مبروك الفوز لسيفيا، وبالتالي غدا مزيان وفي طريق مزيانه، وهذه سيفيا اللي كانت في بدايه الموسم، هذه سيفيا ديال بصح، سيفيا اللي كانت كتغلب بارسا والريال وعطات هذه الريال مدريد والبارسا باش يتقربوا من اتلتيكو مدريد، بحيث انهم مابقاش بيناتهم اقل من 4 نقاط بين الثاني والثالث اتلتيكو مدريد. مبروك الجوليادور ديالنا وبونو واللاعبين المغاربه نادي سيفيا. هادشي اللي كاين اخوت، من عجبكم راه ما تنساوش القناه باش تحفزونا وتشجعونا الخوت. كان معكم مروان، ان شاء الله.